اولا حزب استقلال قدر ينظم المؤتمر 18 ديالو في وقت وجيز، في شهرين قدرنا ننظموا واحد المؤتمر اللي عنده واحد الوزن بالضيوف كلهم اللي جاوا، بالمناضلات والمناضلين اللي جاوا من المغرب كامل، وهذا في الحقيقه في افتخار. هذه كنقطه اولى. بالنسبه للرهانات اللي عند الحزب من خلال هذا المؤتمر هي متعدده. اولا بغينا نخرجوا بمقترحات واضحه من خلال الاشغال ديال لجان المؤتمر، لان اللجان ديال المؤتمر دابا غادي تشتغل وغادي تناقش اوراش ونقاط وافكار، وغنخرجوا باقتراحات اللي هي ملموسه وبغيناها تكون قيمه مضافه بالنسبه للمغرب بصفه عامه. النقطه الاخرى هي بطبيعه الحال في اي مؤتمر هي الانتخاب ديال الهياكل التقريريه ديال الحزب، وهنا كنراهنوا على جوج الامور. اولا تجديد النخب، لان كنعتبروها مساله اساسيه، ولكن ايضا عندنا كفاءات اللي عندهم تجربه، وهذا هو اللي كيتميز به حزب استقلال. خصنا نشدوا في الكفاءات وفي التجربه، ولكن يكون توازن بين التجربه وبين تجديد النخب. اعتقد ان هذه نقطه اساسيه اللي خصنا نخرجوا بها في هذا المؤتمر. القضاء راه واش طريقه من جهه، ولكن الحزب اليوم تيبان انه غادي نحو الوحده. كانوا عدة لقاءات، عدة اجتماعات، لأن بغينا حنا الأهم بالنسبة لنا هو نخرجوا موحدين، وهذا الشيء اللي غادي له، وتنتمنى أنه غادي نوصلوا لهذا الهدف إن شاء الله. هو مازال ما كاينش توافق في الحقيقة. الأمين العام راه كاين مرشح آخر، وهي كاين إجماع حول الأخ نزار بركة، ولكن كاين مرشح آخر. إذن حنا غادي نحترموا هذا الترشيح وغادي نمشيو للتصويت بطبيعة الحال. هذه مسألة بالنسبة للجنة التنفيذية، راه وضعنا فتحنا الباب للترشيحات، وواحد 110 107 الناس وضعوا الترشيحات ديالهم. إذن هاد الناس كلهم راغبين أنهم يكونوا في اللجنة التنفيذية. إذن ما يمكنناش نقولوا أنه كاين توافق، لأن كاين طموحات كثيرة ومتعددة. إذن مازال ما كاينش توافق. غادي نشوفوا كيفاش غادي ندبروا هذه المرحله هذه، ولكن الاساس بغينا نخرجوا موحدين، هذا هو الهدف. هو مع هذه الفتره ديال الكورونا ولينا كنخافوا عليه، وكنحاولوا انه نخليه ما يتلاقاش بزاف الناس، وهذا الشيء اللي جعل انه فضل يبقى في الدار. هو عيان شويه بطبيعه الحال، راه حياه مليئه بالهذا، وهذا هو. ولكن هو دائما راه في المؤتمر السابق جا وحضر، واخا ما كانش بقى امين عام من 2012، ولكن بطبيعه الحال راه مصير ودائما كيسول على الحزب والامور ديال الحزب. إذ مع الاسف ما قدرش يجي، ولكن المهم راه هو حاضر معنا على كل حال. هو كان اشتغل شويه على المذكرات، ولكن المهم حنا كنحاولوا ندفعوه باش يكتب مذكرات. نشوفوا كنديروا شي مجهود. اختلف الطاقات التي يسخر بها الحزب.